حكمة من إن ربنا كتب علينا لحظة القهر والمذلة، يا رب ما يكتب على حد إن يمر بيها، بس لو مريت بيها اعرف إنها لحظة بتخرجك من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. هي لحظة فرار إلى حمى الله، استجارة بالله واحتماء بالله من كل ظالم وكل قاهر. أنت بترفع مظلمتك من قاضي الأرض إلى قاضي السماء، لحظة فرار إلى حمى الكريم العظيم الجبار. هي لحظة يتم منك تحتاج إلى كفالة الرحمن. مش قالك في القرآن ألم يجدك يتيما فآوى؟ يأويك الله إن وجدك يتيما مما سواه. أنا يئست من البشر، محدش واقف جنبي، كل ما احتاج لحد يكسرني ويقهرني، ماليش غيرك يا رب. دي أشرف وأسعد وأرفع اللحظات بينك وبين الله. لو مرت بيك لحظة القهر والمذلة، الله بيقولك ادخل في حماية.